ليش نشوف تفاوت كبير بين شركة وشركة؟ يعني خلنا من دول الخليج الآن، إحنا أنا بجي أعمل سيارتي، أدخل على الموقع الإلكتروني اللي يجمع عروض شركات التأمين، ألقى نفس التأمين نفس الميزات، لكن هنا في فرق يمكن يصل إلى 50 إلى 100% في السعر، لأنه الاعتبارات الاكتتابية مختلفة من شركة لشركة. البنك المركزي مثلاً ألزم شركات التأمين كحد أقصى أنها تطبق 7 معايير اكتتابية، يعني من ضمنها العمر، نوع المركبة، المنطقة الجغرافية، نوع السيارة. هذه موحدة يا أبو محمد؟ لا، هذه ما تكون موحدة، لا يمكن يعني أن تكون موحدة. عمري عند هالشركة غير عمري في هالشركة مثلاً؟ لا، الاستخدام معايير 7 أنا أتكلم الحين. نعم، لا، المعايير 7 هذه هذا الحد الأدنى، ولكن أغلب الشركات ما تلتزم بالسبعة، تأخذ أكثر منها على أساس أنه يكون في عملية قسط عادل ومنصف للشركة ولا للمستفيد. بس أنه لابد أنه يكون في عملية تفاوت في الأسعار، لأنها زي ما تفضلت لابد يكون في منافسة، والمنافسة لابد أنها تكون يعني شريفة. طيب المنافسة هذه تخضع لمعايير جودة في رقابة عليها؟ أكيد، يعني أكيد، يعني ولا القياس بتجربة العميل نفسه؟ لا، يعني في يعني مثلا عندك الضوابط اللي وضعت من قبل البنك المركزي، نضرب مثال عليها الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد الطرف الثالث، يعني موجودة، وهذه يعني وثيقة قياسية تضمن حقوق المستفيدين وفيها رقابة. ما عاد في ذيك الوثائق اللي الحروف حجم النملة وانت تتوقع انت ما تدري بالضبط. لا، هذه ما فيه الآن، ما فيه يعني مثلا حتى في ضوابط الآن وضعها البنك، اللي هي ضوابط سلوك السوق،